بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي طلاب الصف التاسع في الدرس الأول من تفسير آيات سورة الأعراف، وهي بعنوان الحذر من وساوس الشيطان. وهذا الجزء الأول سنفسر فيه الآيات من الآية 26 حتى الآية 30. أهداف الدرس: في هذا الدرس إن شاء الله سنتمكن مع بعضنا البعض من تحقيق الأهداف التالية. الهدف الأول أن يتلو الطالب الآيات من الآية 26 وحتى الآية 30 من سورة الأعراف تلاوة سليمة. الهدف الثاني أن يتعرف الطالب على معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات، وهذا يعيننا على تفسير الآيات بشكل أسهل وأصح. أما الهدف الثالث أن يحدد الطالب محاور الآيات الكريمة. قبل بداية الدرس، أعزائي الطلاب، عندما خلق الله تعالى أبونا آدم عليه السلام أمر الملائكة بالسجود له، فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس أبى واستكبر، فأخرجه الله تعالى من الجنة، فأقسم إبليس على غواية الناس أجمعين. تفكر معي عزيزي الطالب، ما سبب رفض إبليس السجود لأبونا آدم عليه السلام؟ وما العهد الذي اتخذه إبليس على نفسه بعد أن لعنه الله تعالى وطرده من الجنة؟ سبب رفضه للسجود لأبينا آدم هو الكبر والاستعلاء، نعوذ بالله من الكبر. إلا إبليس أبى واستكبر، أبى أن يسجد لأبونا آدم وقال خلقتني من نار وخلقته من طين. أما العهد الذي اتخذه إبليس على نفسه فهو أنه أقسم على غواية الناس جميعا، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا هو العهد الذي اتخذه إبليس على نفسه، أن يضلنا جميعا وأن يدخلنا معه إلى نار جهنم، وأن يجعلنا من المطرودين من رحمة الله كما طرده الله عز وجل من رحمته. بين يدي السورة الكريمة سنتناول في تفسيرنا لهذه الآيات التي هي من سورة الأعراف، وهي سورة مكية وعدد آياتها 206 آيات. تناولت هذه السورة بشكل عام في مواضيعها في آياتها أصول العقائد وأسس الدين، وتناولت كذلك مجموعة من قصص الأنبياء مع أقوامهم، ومن ضمن القصص قصة أبينا آدم عليه السلام وعداوة إبليس له ولذريته. الهدف الأول تلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة. أعزائي الطلاب، افتحوا معي الكتاب صفحة 23 وتابعوا معي قراءة الآيات. ضع إصبعك على كل كلمة أقرأها حتى تتعلم كيفية النطق الصحيح، وبذلك تكون قد قرأتها بشكل متقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط
وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق الله العظيم. الهدف الثاني معاني المفردات والتراكيب الواردة في الآيات. مرت معنا بعض الكلمات التي تحتاج إلى أن نبين معناها. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم. أنزلنا عليكم، تأمل وتفكر معي عزيزي الطالب، ما معنى أو ما المقصود بقول الله تعالى أنزلنا عليكم؟ هل أن الله عز وجل أمطر من السماء لباسا؟ هذا غير معقول، وإنما أعطيناكم ووهبناكم. فالله عز وجل أنزل من السماء ماء، وهذا الماء كان سببا في إنبات الشجر الذي منه شجر القطن الذي منه نصنع الملابس التي تستر عوراتنا. أنزلنا عليكم لباسا. ما هو اللباس؟ المقصود باللباس ما تستر به العورة. الإنسان عندما يستر عورته فإنه يلبس لباسا، لباسا يواري. ما معنى يواري؟ أي يغطي ويستر. ماذا يغطي وماذا يستر؟ سوآتكم. فما معنى سوآتكم؟ أي العورات. وريشا، ريشا يطلق على ما يتزين به ويتجمل به من الثياب. وأثناء شرحنا للدرس سيتبين لنا إن شاء الله الفرق بين كلمة اللباس وبين الريش. ثم قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. ما هو لباس التقوى؟ هل هناك لباس اسمه التقوى؟ المقصود بلباس التقوى هو الإيمان، ولباس التقوى أي الإيمان. ثم قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم. لا يفتننكم أي لا يضلنكم ويخدعنكم الشيطان، كما أخرج أبوينا أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة. قال: ينزع. ما معنى ينزع؟ أي يزيل، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله. ما معنى كلمة قبيله؟ قبيله أي ذريته وجنده. إبليس اللعين ذريته وجنده. قال الله عز وجل أيضا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. ما معنى كلمة فاحشة؟ أي أمرا منكرا وقبيحا. أمرا منكرا، فعلوا أي فاحشة سواء قولية أو فعلية. قال الله تعالى: قل أمر ربي بالقسط. فما معنى كلمة القسط؟ أي العدل، أي أمر ربي بالعدل. في نهاية الهدف الثاني دعونا نقيم تعلمنا للكلمات والمفردات التي وردت معنا. صل بين الكلمة ومعناها. هذه مجموعة من الكلمات وهذه مجموعة من المعاني. قول الله تعالى أنزلنا عليكم، ماذا يعني أنزلنا عليكم؟ هل معناه الإيمان؟ كلا، إنما تعني أعطيناكم ووهبناكم. ما معنى لباس التقوى؟ لباس التقوى هل هو أمرا منكرا وقبيحا؟ كلا طبعا، إنما هو الإيمان. ينزع. ما معنى ينزع؟ أي يزيل. فاحشة أي أمرا منكرا وقبيحا. ننتقل إلى الهدف الثالث في هذا الدرس، وهو محاور الآيات الكريمة. أعزائي الطلاب، عدد الآيات التي سنتناول تفسيرها 5 آيات، وهذا يعني أننا سنتناول خمسة محاور. هناك محاور 5 في هذا الدرس. ما هي المحاور 5 التي سنتناولها في هذا الدرس؟ المحور الأول
نعم الله تعالى، وهي وردت في الآية 26 قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. عندما نتناول تفسير هذه الآية، فإن محور هذه الآية هو نعم الله عز وجل التي أنعمها علينا. المحور الثاني في الآية 27 يحذرنا الله عز وجل من وساوس الشيطان، فيقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فهذه الآية محور تفسيرها الحذر من وساوس الشيطان. أما الآية الثالثة أو المحور الثالث فهو ادعاء المشركين والرد عليهم. فالمشركين ادعوا زورا وبهتانا أن الله أمرهم بفعل هذه الفواحش، معاذ الله. المحور الرابع وهو الإخلاص في العبادة، يأمرنا الله عز وجل في هذه الآية، الآية 29، بمجموعة من الأوامر سنتناولها عندما نصل إليها إن شاء الله. المحور الخامس وهو أصناف الناس يوم القيامة، وهذه آخر آية في الدرس. فالله عز وجل يبين لنا أن الناس يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. في نهاية الهدف الثالث، عزيزي الطالب، ما هي المحاور أو ما هي محاور الآيات التي سنفسرها إن شاء الله في هذا الدرس؟ المحور الأول نعم الله تعالى، المحور الثاني الحذر من وساوس الشيطان، المحور الثالث ادعاء المشركين والرد عليهم، المحور الرابع الإخلاص في العبادة، المحور الخامس هو أصناف الناس يوم القيامة. في نهاية الدرس، أعزائي الطلاب، بعد أن انتهينا من الأهداف الثلاثة يتوجب عليك أن تجيب على الأسئلة التالية. السؤال الأول: استخرج من الآيات الكريمة ألفاظاً وتراكيب تدل على المعاني التالية. فالمعنى ما يتزيل ويتجمل به من الثياب، ما هو؟ ذكرنا أنه الريش، هو الذي يتزين به دون اللباس. يغطي ويستر، ما هي الكلمة التي تفيد هذا المعنى؟ يواري، نعم. لا يضلنكم ويخدعنكم، ما الكلمة التي تدل على هذا المعنى؟ أي لا يفتننكم الشيطان. الإيمان، لباس التقوى. هذا السؤال تجدونه في أصف الكتاب في الصفحة 28. السؤال الثاني: اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. معنى كلمة وقبيله في الآيات، قال الله تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قبيله هل تعني هذه الكلمة قبيلته التي ينتمي إليها؟ كلا. هل أصحابه وأقرانه؟ كلا. رؤساؤه وحكامه؟ كلا، إنما ذريته وجنده. أعزائي الطلاب، أشكركم على حسن إصغائكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.